أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من طبعة محدودة. نتابع في هذه الحلقة الجزء الثاني من حوارنا الذي ابتدأناه في الحلقة السابقة مع الدكتور علي عبد الأمير علاوي، وزير التجارة ووزير الدفاع ووزير المالية فيما بعد، بعد عام 2003. الكتاب اللي ألفته عن احتلال العراق، أنت كنت أحد المشاركين في محاولة بناء الدولة العراقية اللي حضرتك ما أعرف شو تسميها، الدولة الثانية، في حديث سابق يمكن تسميتها يعني دولة ما بعد الدولة الأولى. اللي يعني بعد ما أخذت معالم دولة مستقرة، يعني تمام عندنا دستور وعندنا صار عندنا انتخابات، لكن عدم الاستقرار بالشكل النهائي للدولة العراقية بعدها غير واضح. يعني بأي صورة راح تتم؟ ما ندري بعد 5 سنين هل هذا الكيان الموجود راح يكون نفس موجود الآن ولا راح يتغير؟ فما دام أكو احتمال، واحتمال ربما كبير، لتغيير معالم هذه الدولة، أنا ما أعتبر بأن ما حدث بعد 2003 هو تكوين دولة ثانية. الدولة الأولى يعني أسست بعد الحرب الأولى، وأنا أعتقد انتهت مو سنة 58 بتغيير النظام الملكي إلى النظام الجمهوري، لكن انتهت في 2003. يعني انتهت في حادث غريب جدا وغير مألوف، وهو احتلال بلد. يعني ما أعتقد أكو هيك حادث مشابه له خلال 50 60 سنة الأخيرة. فالدولة الأولى المبنية كانت على بعض الرواكز، دولة مركزية، دولة عندها طابع عربي، دولة أمنية، خلينا نقول مبنية على التشكيلات الأمنية. هذه الدولة انهارت 2003، ومحاولة بناء دولة أخرى أو إمكانية بناء دولة أخرى بدأت، لكن ما أدري إذا هذه الدولة عندها معالم ثابتة ولا لا. فمستقبل هذه الدولة مرهون بالقرارات والنتائج اللي تؤخذ وتحصل خلال الأيام القليلة القادمة. طيب، الكتاب اسمه ربح الحرب وخسارة السلام. نعم. إذا سألتك ما الذي أرادته أمريكا باحتلال العراق؟ والله ما أدري، يعني أكون يعني بكل صراحة ربما جواب يعني ساذج، لكن صعب جدا واحد يأخذ مسبب معين يقول هو هذا السبب الرئيسي. يعني أقدر أعد لك أنواع أشكال الأسباب، لكن كل واحد منها غير كافي أن 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 ينطي يعني المسبب الرئيسي. ممكن نقول بها إذا تأخذها من يعني من أقل، خلينا نقول أقل جدية، بأن هي عملية انتقام غير كافية. انتقام جورج بوش الابن من الأب غير كافي، عملية انتقام لما حدث في هاي الأبراج من نيويورك، لماذا هذا الهدف وغيره. هل هي جزء من إعادة تكوين الإمبراطورية الأمريكية بالشرق الأوسط و ظهور أمريكا بعضلات عسكرية بعد كسرة فيتنام؟ هل هي نوع من المعادلة العسكرية؟ غير كافية. إذا تشوفها من ناحية النفط، بأن أمريكا تريد السيطرة على ينابيع النفط، أيضا غير كافية، لأن إذا تعد الأرقام أمريكا يجوز صرفت تقريبا بصورة مباشرة وغير مباشرة 2000 بليون، يعني تريليونين دولار على هذه الحرب. إذا يأخذوا نفط العراق بلاش منها 20 سنة، ما راح تغطي التكاليف مالتهم. إذا تأخذها من جانب إعادة تركيب الشرق الأوسط ووقف المد الإسلامي الثوروي، يعني أي إيران، أيضا هذا غير كافي، لأن إيران يعني تحولت من دولة ثورية إلى دولة عدم شوية. فولا واحدة منها هاي كافية. إذا تأخذها في ضمن والله الأمن الوطني لإسرائيل، بأن إسرائيل عندها مصلحة أن كل الدول الجوار لها تنهار داخليا، وهذا جزء من سياسة الفوضى الخلاقة. يعني غير بتنطي معنى كافي بالنسبة لهذا العمل. تمام كان عندهم إمكانية أن يأثرون على القرار الأمريكي، خاصة بواسطة المحافظين الجدد، لكن ما كانت، أنا يعني كنت معاصر القضايا، ما شفت بها العلاقة المباشرة موجودة، لكن ولا واحدة منها تكفي. فإذا تجمعها ككل ربما أسباب عديدة، لكن بآخر المطاف أنا أعتقد هذه الحرب ما ممكن أن تحدث إذا ما كانت مرت في شخصية جورج بوش، وهو شخصية يعني غريبة.
لأن ما أعتقد أي رئيس جمهورية آخر كان ممكن أن يأخذ هذا القرار، لأن عدم دراسة أبعاده قضية مخيفة يعني، وعدم دراسة أبعاد هذا القرار هو أثر بصورة مباشرة على الفوضى صارت بالعراق. أنا ما أريد أستعرض يعني كل كتاب لأنه بدي أحافظ على الوقت، بس قصدي أنت بخصص في الجزء للحديث عن بول بريمر ويعني إلقاء المسؤولية عليه في موضوع حل الجيش العراقي والتأسيس لموضوع يعني هذا الصراع بين مكونات العراقي، موضوع اجتثاث البعث وغيره. لكن أريد أتحدث عن دور السياسيين العراقيين، وأيضا يعني قبل هذا لتسألك أنه حضرتك أيضا أنت كنت بين قوسين يعني تضالع في هذا الموضوع أو انفولبل يعني في موضوع البيت الشيعي، أنت حضرتك كنت موقع على هذا يعني هذا البيان، فما كان يعني شو اللي كان ببالك في ذلك؟ ما كان عندك في الصورة عامة لما سيحدث بعدين؟ كان شعب العراق إذا تقرأ كعنوان ربما تعتبره مثير، لكن إذا تقرأ المتن مالته محتوياته أعتقد كان إعلان حضاري جدا، كان ما يطلب أي شيء أكثر من الإنصاف وتكوين دولة، تأسيس دولة عادلة منصفة بحيث الأعمال الطائفية تكون جنائية يعني تجرم، يصير بها يعتبروها جريمة، وهي تطبق مو على الشيعة فقط، على كل الأطياف. بس قصدي ما الذي دعا إلى إعلان لشيعة العراق؟ أعتقد لأن الجو بالعراق واحد ما لازم ينكر الحقيقة بأن جو تغير بالتسعينات، خاصة بعد الانتفاضة صارت سنة 91، طريقة القمع وطريقة توجيه الإعلام المضاد، اغتيال عدد كبير من المراجع الدينية، مقتل السيد محمد صادق الصدر، كلها هيجت الأجواء الطائفية. يعني هذا كان يفترض قابل إعلان لسنة العراق مثلا؟ لا ما كان، الإعلان ما كان يعني ما لازم أحد ينظر له من ناحية ضيقة طائفية، كان ما أقول صرخة لكن فد نوع من الـ 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 الإشعار عن الوضع اللي يصير بالعراق، وإذا راح يتغير هذا الوضع لازم يتغير حسب ثوابت معينة، والثوابت الأساسية هو الاعتراف بالنظام الديمقراطي، سن قوانين تمنع التمييز الطائفي، تمنع منع بات، ومحافظة على الحقوق المدنية والاجتماعية لكل مكونات العراق، وهي تم بطريقة ديمقراطية لا مركزية، ما كان بأي اتجاه نحو طلب أو فرض حكم الأكثرية بمفهوم الأكثرية. من الذي أهمل إعلان شيعة العراق إذن؟ تقريبا كل الناس اللي أعرفهم يعني كان عندهم اهتمام بهذا. من الذي أهملها؟ لأن المبادئ تحدث عنها لا أهملهم جميلة. أي لكن ما حدث بعد 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 2003 ما حد تبنى هذه المبادئ، يعني المبادئ بقت يتيمة مجرد منشورة، صار فد عنوان، فإحدى الأحداث صارت قبل ما سقط النظام يعني أهملت عمدا، أو ناس اللي وقعوها كانوا عارفين شنو هي، أهملت من بعض الناس اللي كانوا يعني موقعين. ما أعتقد نطوها يعني ما اعتبروها من نوع من المانيفستو اللي عملهم ما بعد 2000، كان مفروض هيك. وأنا عدة مرات يعني تراسلت ويا الأشخاص يعني المسؤولين، قلت لهم احنا عندنا فد خلينا نقول ورقة عمل أو بلو برينت لكيفية معالجة الأزمة السياسية العراقية، ولازم نبدي من يعني فعلا من الصفر، أولا نعترف بما حدث ثم نحاول نعدله بطريقة أفضل، وأهم طريقة هي هاي القضية الأثنية الطائفية ما تتحول إلى عنوان سياسي بحيث تكون هو المنطلق للعمل السياسي، فالدولة لازم تكون فوقها وتمنعها يعني الاعتراف يعني خطورة هذا الموضوع إذا لم يعالج دستوريا ولم يعالج، لكن الأمور يعني تسارعت ومشت باتجاه آخر، فما أخذ الصدى المطلوب منه برغم من محاولتنا نظل. وبعدين ما صارت الانتخابات للمجلس التأسيسي، أنا كان همي أن أكون باللجنة لجنة دستورية لغرض أن أدخل هالمواضيع يعني خاصة تجريم العمل الطائفي، يعني أي عمل طائفي من الدولة أي واحد يقوم ب يعني يعاقب عليه جرميا. من يعني أنت دكتور إحنا في مرحلة تاريخية يعني قد تكون في خواتمها، يعني من اللي كان يدفع بالاتجاه الطائفي، وهل كان يدفع بجهل أم كان يعرف إنه الأمور راح تتجه إلى ما وصلنا له اليوم؟ لا ما أعتقد أي واحد يتوقع الأمور وصلنا اليوم، لكن كان أكو فد
شهوة على السلطة. أكو فد رغبة، مو رغبة، شهوة. يعني شهوة السلطة ولا الانتقام؟ الانتقام جزء مهم منها. يعني هواية من الأشخاص مع الأسف لعبوا أدوار سياسية مهمة أو التركيبات السياسية من بما فيها الأحزاب، عامل الانتقام كان مهم جدا، لكن يتبع بقليل عامل الاستفادة والعامل الشهوة للسلطة، وثم تحولت الشهوة إلى المال والمكاسب، مكاسب المادية. عنوان الطائفية كدافع حتى توصل لهذه الغاية طبعا من أقوى العناصر اللي ممكن تستعملها حتى توصل إلى الغاية. فأعتقد هي مو من جهل، لا ما أعتقد هي من جهل، وخليط. يعني الانتقام مرات يفوق المكاسب، مرات المكاسب تفوق الانتقام، وأيضا نوع من الاستئثار، محاولة الاستئثار. لكن لما تحدث، لما نقول عبارة طائفة، يعني تعني بالذات بالعراق يعني تعني مذهب. المذهب يعيدنا للحديث عن المؤسسة الدينية. المؤسسة الدينية لما تحدث عن الملك فيصل تحضرتك وذكرت أنه كان في بداية معارضة بسيطة من السيد من المرجع الخالصي، شيخ الخالصي، أي يعني يعني استمرت بشكل يعني مهادن، ولا بشكل ما أعرف أنت شو تسميه، مسالم أو متعايش. لكن في هاي المرحلة، في هذا المفصل التاريخي، يعني بعد 2003 كان هناك حضور قوي للمؤسسة الدينية. فالمؤسسة الدينية إلى أي حد أنت تقيم يعني دورها في إذكاء ولا تخفيف هذا الهاجس الطائفي؟ شوف، هي يعني مؤسسة دينية بالذات الشيعية، يعني مراجع السنية ما عدا الأثر والعمق للمجتمع السني العربي مثل المراجع الشيعية. يعني مو بالضرورة كان عندها هدف. أنا أعتقد هدفه هو مو أن تفرض أو تخلي الشأن الشيعي هو المتفوق بالعراق، لا. هي مؤسسة قائمة، ومؤسسة عندها يعني تلقائيا دور بالمجتمع. أكو فراغ سياسي كبير كان بس دخلوا الأمريكان، وهذا الفراغ السياسي ماكو واحد من الساسة على مستوى المحنة بصراحة. يعني ما كان عندنا، ربما يعني أتكلم عن الكراد، لا الكراد عندهم كان رجال دولة، لكن الجانب العربي خاصة الجانب العربي الشيعي، الجانب العربي السني ما كان عنده حضور، لأن يعني كان أكو فد نوع من الشعور بأن الدولة كانت هي تمثل. فلما الدولة انضربت رموزها ما كانت موجودة أو ما كانت ظاهرة بعد. الساسة اللي اجوا مو على قد المحنة، يعني الله يرحمه سيد محمد باقر الحكيم كان ممكن، لكن قتل وراء فترة وجيزة، يعني اغتيل بهذه القنبلة. فأكو فراغ سياسي، وأكو سلطة تنفيذية أمريكية عندها جيش وراها مجهول شو تريد تسوي من هذا البلد. فدور المرجعية أنا أعتقد في بداية الأمر كان دور بناء، يعني دور أن تحدد العناوين الرئيسية للمسار السياسي بعدم وجود أي طرف سياسي مستقل مدني على مستوى المحنة وعلى مستوى الأزمة. فأنا ما أشوف بأن دورها كان يدفع للطائفية ويدفع إلى فرض هيمنة الشيعة على الحكم، لا، دفعوا إلى أن يتحول الاحتلال بسرعة إلى مؤسسات تخلق أو تؤسس مدنية لغرض إدارة هذا البلد. لا، الحقيقة ما قلت أنه يعني ارتسلك إذا كان يدفع الطائفية، لكن ما كان يعني ما هو دور مرجعي في وقتها في لجم، خلينا نقول يعني نغير العبارة، في لجم التوجه الطائفي. يعني أنت في وصف من الأوصاف في الكتاب، ما أعرف باللغة الإنجليزية اللي ما قريتها يعني، بس يعني أنت ماذا وصفت هذا الدور؟ لكن بالعربي يعني أنت وصفت يعني دور هو ساكن أم دور يعني؟ لا، تعتمد، شوف، يعني ما هو منطلق المرجع السياسي. يعني المراجع الدينية بالعراق تختلف يعني أفكارها السياسية أو استنتاجاتها عن دور المرجع بالعمل السياسي يختلف. يعني دور السيد الخوي يختلف تماما مفهوم العمل السياسي من دور مثلا سيد محمد الصدر. شلون يعني؟ يعني يختلف بين مثلا سيد الخوي ما كان اعتقد عنده قناعه مطلقه بان المراجع الدين لازم تنصح
كل مقلديها أن ما يكون عندهم كمرجعية دور بالعمل السياسي، يعني تبعد نفسها عن العمل السياسي وتعتبر بأن العمل السياسي نوع من الـ من الـ 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 يعني المصيدة لهم، إذا يقعون بها راح يفقدون دورهم كمرشد وموجه ومرجع للعمل الديني. هم بعيدين عن ولاية الفقيه. اي هم يعني او مفهوم ولاية الفقيه مفهوم ضيق فقط، يعني ما بجانب سياسي. فهي تاخذها من جانب، بعدين تقدر توصل الى الطرف الاخر معاكس تماما، مثلا السيد الخميني. لكن موقفه تجاه دور المراجع او دور العلماء الدين والفقهاء بين عمل مباشر لازم يكون، بينه مو بس عمل مباشر لكن به نوع من التحقيق الديني. لازم المرجع يلعب دور ويمارس دور السياسي. فبين هالنقيضين عندك هواية أشخاص أفكارهم تختلف، يعني ناس يميلون إلى انعزال، ناس يميلون إلى نوع من التوازن، وناس يميلون إلى المرجع السيستاني. هي الأقرب إلى ولاية الفقيه في العراق. يعني في العراق أنا أعتقد هي التوازن وميلها إلى أن تنطي وجهة نظر بدون ما يكون عندها جانب تنفيذي لقضايا الملحة الرئيسية السياسية، يعني مو إبعاد نفسها كليا. لما الوضع يكون حرج جدا مثل ما كان قبل، خلينا نقول قبل هاي 6 أشهر لما داعش هاي قضية مصيرية فتقدموا لها. أنا ما أعتقد السيد الخوي كان يأخذ نفس القرار أو يوصل إلى نفس، ما أدري يعني الله أعلم. لكن حسب معرفتي لي يعني مرجعيته حتى بالضرورة ما كان يأخذ موقف بأبعاد سياسية. طبعا أكون ناس أعلم مني يقدرون يعلقون عليها. فمرجعية السيد السيستاني هي مرجعية توازن، لكن أيضا تشرف وتنظر وتراقب القضايا الأساسية الممكن أن تنعكس سلبيا على واقع الأمور. واخذت هذا يعني في عده، مو بس مجرد ان تدفع باتجاه معين، لكن ايضا منعت انا اعتقد هواي من الاشياء السيئه ان تحدث وقتها. فبصوره عامه هاي يعني هاي المرجعيه اقدر اقول تنظر لولايه الفقيه كمراقب ومشرف ومرشد اكثر من منفذ او والتدخل عند الحاجه. تدخل مو بالطريقة المباشرة، مو بآليات طريقة التوجيه والنصح. طيب يعني بتحدث عن المرجعية، تحدث عن موضوع الطائفي، موضوع المذهبي، كده يخطر ببالنا دور إيران. في الكتاب تحدث عن 4 مصالح يعني استراتيجية لإيران، وهناك سياسات لتنفيذها أيضا. هي يعني ما تغيرت، أنا أعتقد هاي المصالح الأساسية من إيران ما تغيرت. يعني إيران أولا يريدون يبقون، ما يريدون العراق يكون خطر عليهم. يعني احنا دائما ننظر، طبعا من حقنا ننظر العراق او الحرب العراقيه الايرانيه من الجانب العراقي، لكن اذا واحد يحاول ينظرها من الجانب الايراني يشوفون بان دخلوا في حرب فرضت عليهم وراح منهم ما ادري 1,000,000 قتيل ما ادري ايش قد، وعلى وشك ان النظام مالتهم ان 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 يسقط. يعني احتل العراق اجزاء كبيره من ايران. ف همهم الاستراتيجي الأول بأن ما يوصل العراق إلى هاي القوة بحيث يكون خطر عسكري على إيران. الهم الثاني بأن بعد المعادلة للطيارات يريدون أنصارهم وأعوانهم وأصدقائهم في مواقع السلطة والنفوذ بالعراق. هذا الشيء الثاني أعتقد أيضا هذا غير. الشيء الثالث هو ما يسمى بسياسة إيران الإقليمية، يعني عدا أبعاد بالخليج، عدا أبعاد باليمن، عدا أبعاد بسوريا ولبنان إلى آخره. العراق يكون دولة مو محايدة لكن تعضل هذا الموقف وتقوي هذا الموقف. هاي الأهداف ما أعتقد غيرت، لأن هاي أهداف دولة يعني وأهداف خلينا نقول مدروسة. لكن إحنا نتعامل ويا الأهداف لازم إحنا يكون عندنا أهداف أيضا يعني من هذه العلاقة. ما لازم أهدافنا تكون فقط رفض الأهداف الإيرانية، لازم أيضا يكون لنا في النظرة ما هي، لازم تكون علاقة بيننا وبين جيران كبير مثل إيران. هل مستعدين إحنا أن نتعاون وياهم استراتيجيا؟ هل مستعدين أن نعارضهم؟ يعني شنو الغرض من المواجهة؟ شنو الفائدة من التعاون؟ لحد الآن العراق ما عنده سياسة واضحة، وبصورة عامة ما نجح أن يكون سياسة واضحة تجاه إيران خلال يعني في معظم أوقات أو فترات العلاقات العراقية الإيرانية.
أكو أزمات حتى في العهد الملكي كان فيها أزمات طبعا تحولت آخر انبساط اتفاق بغداد. فعلاقتنا ويا إيران علاقة قلقة غير واضح غير واضحة. بس لما تقول إحنا لما تقول العراق الحقيقة ما أفهم يعني هذه إيش تعني؟ ليش؟ لأنه هناك هناك السياسة لكردستان اتجاه إيران، هناك السياسة للتحالف الشيعي مع إيران، هناك ربما سياسة لثقل يعني سياسي سني اتجاه إيران. إذا أخذنا يعني التحالف الشيعي أو الطبقة السياسية الشيعية هي موحدة في نظرتها تجاه إيران ولا أيضا مختلفة؟ لما أنت واحد من مصالح الاستراتيجية الإيرانية أنه يحاول تخلي طبقة سياسية تكون هي حليفة لها، فتعتقد بوجود خط آخر؟ خلي أعكس السؤال أقول لك صعب جدا أن سياسي شيعي عربي ينجح يفلح بالعراق إذا يعادي إيران علنا، لأن إيران عندها وسائل وإمكانيات أن تهبط عملاً. يعني شوف مثلاً الدكتور إياد علاوي، ما أقول على إيران لكن موقفه تجاه إيران يختلف عن موقف الشاسع العراقي، لكن برغم من وصوله إلى أخذ الأكثرية بالانتخابات من 2010 عداء إيران إلى تقريباً هو كان السبب الرئيسي لمنع أن يوصل. فإذا أنت سياسي وماكو سياسي الآن ما يريد يوصل للسلطة بهالظروف الراهنة الآن مو من مصلحتك، لكن هاي مو تعكس عن تغلغل إيران بالشأن العراقي، تعكس عن ضعف العراق وضعف الساس العراقي وضعف قواعدهم وضعف ثقتهم بنفسهم وبالعراقيين أن يقدرون يسوون علاقة ويا إيران تختلف عن علاقة التبعية السياسية. فأنا ما أشوف إيران أو تصرف أي دولة أخرى بما فيها السعودية وتركيا بشأن العراق خطأ بمفهوم تلك الدولة. أي دولة تريد تمشي مصالحها من حقها صح. الخطأ هو منه يعني ما قدرنا احنا نكون نظام محترم معتبر يقدر يدافع عن مصالحه أمام قوى إقليمية ودولية أقوى منه. ما هذا قصدي، يعني هناك طبقة سياسية شيعية تنظر إلى برؤية عراقية بأنها تقف على الند من إيران الآن؟ نعم أكو ماكو، لا يعني بصورة عامة ماكو، بصورة خاصة ربما ماكو بعض الأفراد إذا وصلوا إلى دف السلطة ممكن أن 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 يحاولون أن لمن يتحاورون أو يتفاعلون مع إيران يتفاعلون وياها من منطلق وطني عراقي، عدد قليل جدا. شو تفسر هذا يعني التعمد في إظهار الدور الإيراني يعني بعد دخول داعش، المساهمة الإيرانية أو هي المنقذ في إنقاذ العراق وبالذات إنقاذ شيعة العراق من خطر داعش، التعمد بإظهار صور لسليماني ولقادة إيرانيين بهذا الشكل، شو تفسره؟ هو هاي الحقيقة بين الشيعة بالعراق صعب أن تعزل أو تعزلهم عن الواقع الإيراني. يعني ما تقدر أنت يعني الفكرة وراها بأن إيران بآخر المطاف راح تكون هي الداعم والمدافع الرئيسي عن المصالح الشيعية، فأنت ممكن تحت المظلة الواسعة خلينا نسميها ممكن أنت تكون عندك مواقف شبه مستقلة، وحتى ممكن تكون يعني ما أقول عدائية لكن تواجه، لكن بآخر المطاف لازم تعتمد أنت أو تتوقع بأن هذه العلاقة علاقة عضوية وجذرية. لكن أعتقد أيضا هاي ناجمة من ضعف البلد ومن ضعف القوى السياسية بي. مو من حالة تاريخية ما لها مخرج وما لها بديل أو نقيض. يعني العراق إذا ما يقدر يكون نوع من الـ من الـ من الـ الثقة نفسه ومؤسساته والسياسي العراقي راح يبقى تبع، يعني قسم منهم تبع إلى إيران قسم منهم تبع إلى أطراف أخرى، لكن كل طرف عنده فد مشروع لمصالحه الخاصة بالإيران. هذا طبعا يعني مشكلة كبيرة. السياسيين العراقيين والحديث عن الملك فيصل وانضمام الموصل يعني بشكل متأخر إلى الولايتين إلى بغداد وإلى البصرة
يقودنا إلى العوامل الرابطة بين العراقيين. إحنا شئنا ما بين يعني دخلنا بنظرية المكونات، يعني بعد ما يعني صار الصوت ضعيف لصوت العلمانية وصوت يعني التيار المدني الآن، وفي وسط هاي الأحداث المتلاحقة من تجد يعني الأكثر ارتباطا بالعراق؟ الكرد يعني أشوف يعني علاقتهم ويا العراق علاقة يعني مبنية على المصالح المتبادلة والمشتركة، ما مبنية على رؤية وطنية مشتركة. يعني رؤية الكراد للعراق كوطن تختلف تماما عن رؤية العراق كعراق كوطن. ربما أكو فترات كان ممكن أن تستقطبهم في رؤية مشتركة، لكن الآن حدث ما حدث، وصعب جدا أن أعتقد هذا الجيل، خاصة الجيل النامي الآن خلينا نقول دون الأربعين، ما أعتقد عنده أي شعور بالوطنية العراقية بمفهوم الوطني، يعني patriotism. بالعكس ينظر للعراق كتركيبة سياسية مرتبط بها هو الآن، لأن الأوضاع العالمية والمحلية الإقليمية ما تخلي أن يحقق أمالك في دولة مستقلة، لكن يبقى الأمل قائم فتتفاعل ويا كأمر واقع. وهذا يختلف تماما لما تتفاعل ويا حالة عندك علاقة عاطفية تاريخية وراثية وياها. بالنسبة لل خلينا نسميهم عرب العراق، يعني أيضا غير صحيح، لكن أنا أعتقد الروابط بينهم كثيرة وكبيرة، ولكن أيضا الطرفين ما قدروا أن يكونون رؤية مشتركة لهذا الوطن. يعني إذا تنظرها طائفيا أو مذهبيا، سنة العراق نظرتهم للعراق ومفهوم العراق بدأت تختلف عن مفهوم الشيعة لنظرة العراق، واثنيناتهم ما يريدون يتجنبون أن يكونون تحت عنوان العراق الموحد، لكن رؤية تختلف، الرؤية تختلف. نعم. فلما ما تحاول ماكو فد شيء يربط أو جسر أو مؤسسة تربط أو تتجاوز هاي الرؤية المختلفة، مدى أشوف يعني يبقى العراق، يعني مقاومة العراق تبقى باقية، لأن أكو العامل يعني القومي يجمعهم، وأيضا العامل الديني، يعني العامل الانتماء للإسلام أول ما يكون انتماء للطائفة مفروض يعني، فأيضا هذا يجمعهم، فالدين يجمعهم كدين اللي يشمل الطوائف كلها والقومية تجمعهم. لكن مع الأسف خلال هاي الفترات الأخيرة يعني صار في رؤية تماما مختلفة عن ما يعني العراق لكل مكون مالته. فإذا ما نقدر احنا نسوي في قواسم مشتركة، وهذه القواسم لازم تكون مصطنعة أو مفتعلة، لازم تكون فعلا حقيقية وتنبع عن واقع الناس، أو ما نقدر نتجاوزها في ظل مؤسسات. يعني مثلا بسويسرا الألمان ما يحبون الفرنسيين، يعني ما يحبون السويسريين، وبالعكس يعني على مستوى خلينا نقول عامة، لكن هذا لا يعني ما يقدرون يتعاونون وما يقدرون يكونون في رؤية مشتركة لسويسرا. فالسؤال التحدي الكبير، هل تقدر تبقي أنت خصوصيات هذه المكونات لكن تتجاوزها في ظل مفهوم مشترك لهذا الوطن؟ وهذا بدون الثوابت اللي تكلمنا عليها سابقا، القيادة، نوع من الاستقرار السياسي يريد له، مؤسسات منصفة تكون بكل معنى الكلمة، ونوع من الشعور بأن هذه المؤسسات مؤسساتك. يعني حد الآن الدستور العراقي تمام موجود، ولكن كثير من الناس ما يعتبروا دستورهم، وتشعر بأن مؤسسات الدولة تخدم الجميع، ما راح تقدر تكون هالرؤية المشتركة. فممكن تكون أنت رؤية للعراق تشمل الرؤى الفئوية المشروعة، ما لا أقول لا، لكن ما لازم كلها لازم في حده، وأكو فد ضوابط لهالخلافات، وبنفس الوقت تتجاوز تتفادى هذه الخلافات برؤى مشتركة. هاي ممكن تصير. بس شون تنظر يعني دائما موجود عندنا قادة شيعة وقادة سنة، يعني ممكن العراق يعني مثل عهد الملك لما تكون هناك أحزاب على أساس المبادئ، أكو، لكن بالواقع الانتخابي ما يقولون مثل ما يقول ما طلع رأس، يعني ما عدا أي نتيجة. الواقع الانتخابي الآن إيش كم
دورة انتخابية مرينا، صار 4 مرات 5 مرات تصير انتخابات بسبب وجود أحزاب دينية. لكن أحزاب الأحزاب المدنية ما تفلح. لا، فكل ما يستمر الوضع، كل ما أعتقد مجال بروز أحزاب تجمع بدل ما تفرق راح يقل، لأن الساحة الانتخابية الآن مشحونة ضدك، يعني ضد هيك أحزاب. ماديا أولا على الأحزاب كان صار عندها إمكانيات كبيرة جدا، بعدين الناس قامت تتعود، صار نوع من التعويد على انتخاب الناس من طائفتك أو مذهبتك أو من منطقتك. فيردنا يعني فد يعني عمل جبار بصراحة. يعني واحد من آرائك كان قريت إنه تقول الانتخابات مو بالضرورة إنه تفرز يعني واقع ديمقراطي خلال. لا طبعا لا، هو مش مو بس العراق، يعني مثلا بوسنيا انتخابات صارت بعدة الحرب أهلية، يعني مرات الانتخابات أو الحرية السياسية بمفهومها الانتخابي لازم ما أقول تعطل، لازم تؤجل لفترة من الزمن، لأن ما تؤدي إلى نتائج سيئة. البديل يعني البديل نوع من لازم يصير فد كمرحلة أولى، لازم يصير فد يعني فد نوع من التفاهم بين الطبقة السياسية وكل أطرافها، أو صفة حركة جديدة سياسية مبنية فعلا على المدنية، على الليبرالية، بس الليبرالية معناها لكن المدنية أكيد، والمساواة المطلقة، إصلاح المؤسسات الدولة، ومنهج عمل جدي لتغيير الجذري إلى تكوين هذه الدولة الثانية، وهذا لازم يكون من أساسه غير طائفي. وبصراحة أنا بالانتخابات الأخيرة أكو كان عمل في الاتجاه، لكن تراجع بسرعة لما بدأت بدأ الواقع السياسي يفرض نفسه. النظام البرلماني أدى إلى 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 تأجيج. أي أنا أعتقد النظام البرلماني أيضا غير، يعني نظام لابد ما أن يكون مجلس نواب، لكن أنا العراق أعتقد العراق العربي لازم يبنى على نظام رئاسي، بحيث رئاسة واحد ما يوصل إلى منصب رئاسة الجمهورية بدون ما يحصل على خلينا نقول أكثرية الأصوات من كل المكونات. فلازم تفرض على الوضع الطائفي فرضية يعني يصير تعايش بيناتهم السياسي حتى القصري. ينتج الفائز الانتخابي. فممكن هاي يعني تركيب يعني ممكن أحد يركبها قانونيا إذا توفرت الإرادة السياسية. إيه توفرت الإرادة السياسية. دكتور تعتقد دكتور حيدر العبادي راح يبقى ضمن نطاق أو فضاء حزب الدعوة؟ والله دكتور حيدر يعني عنده اولا شخصيته هي اصلاحيه، حيحاول بدون شك اعتقد يبذل كل جهده ان يواجه هذه المشاكل ويحاول ان يصلح النظام الاداري ويصلح السياسات العامه من الدوله، لكن ايضا هو جزء من تركيبه سياسيه، فاذا يكون واحد واقعي سياسي يعني ما اعتقد يقدر ان يبعد نفسه كليا عن البيئه السياسيه المتواجد بها. لكن أعرف بأن هو في ظل هذا الواقع دي يجيب ناس وياه من يعني عندهم إمكانيات وعندهم رؤى وعندهم خبرة وعندهم يعني إخلاص. أقصد تعتقد من شروط نجاحه أنه يجب أن يبتعد عن حزب الدعوة؟ مو بالضرورة أن يبتعد، تعتمد يعني ما هو حزب الدعوة الآن، هل هو حزب الدعوة ما قبل 40 سنة، هل هو حزب الدعوة ما قبل 20 سنة، يعني الحزب أيضا يتغير. ربما يعني بس حزب الدعوة أمين العام السيد المالكي. إيه لكن حزب سياسي ده أتكلم عنه كواقع سياسي. أنا ده أتكلم عن حزب الدعوة كواقع تاريخي وصاحب رسالة إسلامية. صح تغير. صح. هذا تغير تماماً يعني ماكو مقارنة بين الاثنين. فلما نقول هل هو حزبي بمفهوم الواقع السياسي الآن أو هل هو منتمي إلى الحزب كمنظومة فكرية تاريخية؟ أنا أعتقد لا الثاني، لأن يعني هو جزء من هذه التركيبة التاريخية، فعنده فد رؤية خلينا نقول مثالية لإمكانيات. تتوقع ينجح؟ والله إن شاء الله ينجح، يعني أنا أتمنى له كل النجاح، وأتكلم يعني أنا بصراحة مو مجاملة أو شيء، أنا أريد ينجح لأن أعتقد هو شخص يعني عنده يعني المؤهلات اللازمة أن يدير الملفات المعقدة، و عنده توجه جيد نحو عنده فد رؤية لهذا البلد، ورؤية أسميها عصرية، أيضا عنده يعني مرتبط بالضوابط الإسلامية أيضا الأخلاقية، فعنده المؤهلات المطلوبة
لإعادة جمع البلد، لكن هل الظروف راح تساعده؟ هل الـ يعني أعداءه أو أعوانه راح يوقعوه أو يظلون واقفين وياه؟ ما أدري. دكتور، تشعر بعض تشعر ببعض محاسبة الذات، أو تشعر بتحمل بعض المسؤولية؟ حضرتك وقعت يعني على البيان الشيعي في وقتها، إذا أنت من ضمن هذا الفضاء كتوصيف طائفي يعني أقصد، لكن أنت تعتقد بتحمل الشيعة المسؤولية عن تفكك العراق؟ لا، ما حمل الشيعة المسؤولية. إذا تريد تحمل لازم كل طرف يتحمل، يعني يتحمل مسؤوليته، لكن مسؤوليتهم أكبر لأن عندهم دور مميز بالسلطة يعني. لكن كل طرف عنده يتحمل مسؤوليته، وأقدر أعدلك يعني اللوم ما يقع على طرف واحد فقط، لكن هم يتحملون أكبر. أقصد هم تصدر القيادة المسؤولية. لأن قيادة بيدهم ويقدرون يوجهون، كانوا يقدرون يوجهون الدولة. لكن أيضا ما لازم ننكر بأن رد الفعل خلينا نسميه لفقدان السنة العرب للسلطة أيضا كان رد فعل غير متوقع، وبقى لحد الآن أكو فد نوع من الرفض الذمي لكل شيء مبني بعد 2003. أقصد هذا أفضل ما لدى الشيعة؟ إذا أفضل ما لدى الشيعة مشكلة كبيرة مع الأسف. لا، ما أعتقد هذا أفضل. إذا تريد تنظرها طائفيا لا، لكن الشيء اللي خليني شوية أتردد هو بأن النظام السياسي الآن بدأ يعني يأخذ طابعا نهائي، يعني الأحزاب بدأت تتبلور في محاور معينة، بدأت تتجمع في محاور معينة، السلطة بدأت تمارس بطريقة معينة. هاي كلها تكون فد هيكلية لإدارة البلد، وأيضا النظام الانتخابي أيضا. هذا طابع نهائي؟ مو طابع نهائي، لكن حتى تعكسه يريد لك موارد، مو بس مادية، يريد لك موارد فكرية، موارد راح نبقى بهذا العرف يعني الرئاسة الكردية ورئاسة البرلمان السعودية ورئيس الوزراء الشيعي؟ إلا إذا برز في التيار آخر. ما نقدر نطلع منه؟ ما شلون تطلع منه يعني؟ مو بس إرادة فردية، لازم أكو تيارات تتجمع وتكون في واقع سياسي تقدر تواجه هذه الحالة. وهي مدى تتكون يعني النخب السياسية والوجهاء السياسية يعني، حتى تجدد منهم مدى يقدرون يكونون في رؤية مشتركة تتجاوز الطائفية والأثنية. ماكو إرادة لي بعد 10 سنوات قدرت تتألف كتاب عن المرحلة السياسية الحالية، فلازم نتجاوز احنا كلها هاي ونحاول نسوي بسرعة القواسم المشتركة إن شاء الله. يعني دكتور حيدر واحدة ما يقدر يسويها، لكن على الأقل يعني الإصلاح يبدي من فوق والفساد يبدي من فوق أيضا. إن شاء الله. أنت دائما تقول أي متفائل يعني؟ أي متفائل، لكن واقعي يكون يعني. متشائل ما أدري ذاك كل شيء. أشكرك جدا دكتور علي الكبير علاوي على تحت الفرصة. شكرا لك. وشكرا لكم أعزائي المشاهدين على متابعتنا، وألتقيكم في حلقة الأسبوع القادم، وإلى اللقاء.